الله يعدي هال 200 كيلو على خير. أنا أشهد. الله يعدي هال 200 كيلو. أقسم بالله من بطل. طب اسمع أبو خالد، قل لا إله إلا الله. دامها آخر ليلة بينكم، الله لا يعوقها إن شاء الله مو بشر. إن شاء الله. ودي إنك تركب مع الرجال ورا. لا والله. عشان التصافون. لا شكرا. علشان تفاهمون. لا لا لا. علشان تأخذ وتعطي. الحين ما لا يعرفني ولا أعرفه. أبرك أبرك. أنا متحمل بروح الحاسة الحين. والله لا تكلمني يومين ما أبي أشوف وجهك. يومين. بس يومين. 200 سنة. امسوي مراوغ انت بالحسن. قرنين. قرنين. اقعد في الرياض ما تابي. ايه. انت ما عمرك تابي. عشان ما عاد بيرجع له. زين سوق سوق سوق. لا والله لا. لا تكفى انا طالبك. يعني بتسوق عشان بس ما تقابله. ايه نعم. اسمع. بجي عند بيتهم وادق الجرس كذا ابي اطلع اللي في حرف قال بدق الجرس خلاص صرت. ترى عندي هذا. والله. بس ادق الجرس ادق الباب. تب عنده اخو. كل واحد يقول الشر عندي. ايه. ما لي داخل انت اخوان. اسمع هذا شر صح؟ عنده اخو ثاني مفترس. لا ما عنده مسوي كذا يفش جود تنسبه يصير يخوفني. هاي 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 خلاص. اسمع اسمع بقول لك اسمع بقول لك بقول لك دامكم الحين تقابلتوا واضح ان ابو خالد مروق اليوم. مروق. طيب ابو خالد ابو خالد قول لا اله. انا حاط شروط قبل تركبون معي. قول لك قول لا اله ابو خالد قول لا اله. الرجال راش عطر اليوم يبيك تشم هالعطر ده. تكفى انا طالبك ابو خالد تكفى 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 يا ابو خالد. هذا التوكيت الحين يربط هذا. تكفى يا ابو خالد انك تشم العطر. خلاص امشي امشي خلاص ما ينفع ما ينفع. الرجال ده مستحيل يحب راسه. الوعد اذا رحت بيت. تعال 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 بسرعه تعال بسرعه. اسمع 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 احنا مو في طريق الرينا الحين. اسمع احنا في طريق الحسا. اسمع ايش فيك انت متقمص الدور؟ اسمع الحين ما اعرفك تعرف الحين بروح كل سيده. شو كل سيده؟ بروح كل سيده. وين انت؟ تعال تعال لو طفي نور تخاف. ها يلا تعال 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 تعال. دام ان الطريق طويل طيب وابو خالد بيسوق وهو بيكون مشغول في السواقه طيب فهي فرصتك الوحيده انك تحب راسه. خلاص تمام فهمت تمام. الفرصه الوحيده خلاص. بس لا يعصب ويسوي فينا حادث. انتبه. ايوه تسمع. اذا قال لك شيء قل له يا ابن الاجواد ترى يسحون يستحي كذا. خلاص ما يسوي لك شيء. قل له ايه ايه اسمع قل له انا في وجهك. ايش تقول له؟ انا في وجهك بس كذا خلاص. وقف يلا 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 سكر الباب سكر الباب سكر الباب سكر الباب. هذا كيف بيحب راسه ذا؟ تعال ايش فيك راكب هنا؟ وين تبي ناخذ؟ امك شو بتحب راسه؟ عليكم طريقتي الخاصة. خلطتك يا عادمي خلاص خلاص خلاص. فشلت الخطة فشلت فشلت. خلاص الخطة فشلت الخطة فشلت يا الربع. يلا يلا درب السلامة إن شاء الله إلى الحساء.